وأتمنى أن يكون أن تكون منا طائفة يحبون العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة النهاردة هي المحاضرة الثالثة في سلسلة محاضرات عن النقد الأدبي، نظريات النقد الأدبي. في المحاضرة الماضية تعرضنا للمدرسة الشكلية الروسية Russian Formalism، والنهاردة سنستعرض أثرها على البنيوية التشيكية وأيضا على آراء باختين النقدية، وكيف أن باختين اتفق معها في بعض الأشياء واختلف عنها في بعض الأشياء. هنبدأ بالبنيوية التشيكية، وأشهر ناقديها ونقدها موكاروفسكي. البنيوية التشيكية خرجت من الشكلية الروسية، لأن جاكوبسون هو من أسس حلقة جاكوبسون، وكان من أهم نقادها جاكوبسون وتيتيانوف. ولذلك البنيوية التشيكية اتبعت أطروحات كل من جاكوبسون وتيتيانوف. وهذه الحلقة حلقة جاكوبسون، وما لبثت أن اتسعت وشملت أنواع أخرى من النقد الأدبي غير اللغة فقط، يعني لم تقتصر على اللغة. في الثلاثينيات والأربعينيات كان أهم نقاد البنيوية التشيكية هو موكاروفسكي، وهي زي ما قلت هي اتكأت واعتمدت على أفكار المدرسة الشكلية الروسية، يعني بشكل خاص في حاجتين. الحاجة الأولى في اللغة الشعرية، أخذت عنها اللغة الشعرية وكيف أنها تختلف عن اللغة العادية، وكيف أن اللغة الشعرية في حد هي لغة في حد ذاتها وليس لمجرد التواصل مع الآخرين أو لتصوير عالم خارجي أو للتعبير عن عالم داخلي. والمدرسة التشيكية، المدرسة الشكلية أيضا، يعني حدتها في مسألة استقلالها الأدبي بدأت تهدأ كثيرا، ولذلك الشكليون بدأوا يعترفون بوجود علاقات أخرى بين النص وبين الواقع، وليس أن النص منفصلا تماما عن الواقع كما كانوا يقولون. موكاروفسكي على سبيل المثال قال أن النص مشبع بالقيم، وأن حتى لو لم تكن واضحة، وأن هذه القيم تؤثر على قيمنا نحن في الواقع في الحياة يعني. وهذه الرؤية يعني مشابهة إلى حد كبير بما تقوله مدرسة نيوكريتيسيزم النقدية الحديثة. والشكل وأيضا يعني أخذت من الشكلية الروسية فكرة التغريب اللي قال بها شكلوفسكي، والتغريب دي اللي هي الديفاميليارايزيشن أو الاسترينجمنت. ولكن موكاروفسكي اختلف بقى عنهم بأنه قال إن النص الأدبي قد يحتوي على المألوف وغير المألوف، ويحتوي على اللغة العادية جنبا إلى جنب مع اللغة الشعرية. وهنا هنا بيختلف عن شكلوفسكي اللي قال إن النص الأدبي يحتوي على اللغة الشعرية فقط وليس اللغة العملية. يعني خلوني أضرب مثال من أدبنا العربي. لو أخذنا بيت الشعر لأبي الطيب المتنبي، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نجد أن هذا البيت الشعري يعني تقسيمته هي اللي بتخلينا نقول ان ده بيت، ان دي لغة شعرية وان ده شعر، لان اللغة العادية هتقول تأتي العزائم على قدر اهل العزم، وتأتي المكارم على قدر اهل الكرم، انما المكارم. ولكن المتنبي لعب في ترتيب الكلمات فجعلها ايه، على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. يعني فهو هنا حول اللغة العادية إلى لغة شعرية. وطبعا في ناس ممكن تقول إن هو غير الترتيب دوت عشان الإيقاع بيحكم، البحر الشعري بيحكم بحر الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، تمام. إنما في النهاية هو يعني غير في ترتيب الكلمات عشان يحافظ على الإيقاع، إنما في هذا الإيقاع هو أعطى للغة مذاقا خاصا، وجعل اللغة تنتقل من كونها لغة عملية عادية إلى لغة شعرية خاصة لا يجيدها ولا يتقنها إلا الشعراء.
موكارنوفسكي بيقول أيضا أن القصيدة يجب أن تحتوي على اللغة العامية ديت جنبا إلى جنب مع اللغة الشعرية. لأن ليه بقى؟ لأن يعني هو بيقول إن الشاعر لابد أن يستخدم اللغة العادية كباك جراوند، يظهر عليها كخلفية، يظهر عليها اللغة الشعرية. فاللغة الشعرية تبقى في الفور جراوند واللغة العادية تبقى في الباك جراوند، وده عكس اللي كان شكلوفسكي بينادي بيه بيقوله. فموكاروفسكي لما بيقول ان اللغه ان النص الادبي يجب ان يحتوي على اللغه الشعريه جنبا الى جنب مع اللغه العاديه، هو قصده ان هذا التناقض، الجمع بين النقيضين في النص الادبي، سيظهر جمال اللغه الشعريه لما توضع جنبا الى جنب مع اللغه العاديه. فاللغه العاديه تستخدم كباك جراوند، كخلفيه، يوضع عليها في الفور جراوند يوضع عليها اللغه الشعريه، فيصبح جمال اللغه الشعريه اكثر وضوحا واكثر تاثيرا على القارئ. وايضا بيقول ان العمل الفني يخالف التقاليد الجماليه السائده في فتره زمنيه معينه، لكنه في نفس الوقت يجب أن يستخدم ويلتزم بهذا التقليد، يعني يلتزم بالتقليد السائد في الكتابة، ولكن يخرج عليه، يجمع ما بين الالتزام وبين الخروج عليه. معنى كده أنه بيعترف بإمكانية أن يكون في النص الأدبي جماليات منظمة زي الإيقاع التقليدي الموجود والسائد زي بحور الشعر على سبيل المثال، وأيضا الجماليات الغير منظمة زي إيقاع غير متوقع، يعني غير مألوف، يعني الشاعر يستخدم إيقاع مألوف معروف زي بحر الشعر ويخرج عليه أحيانا، فبكده يجمع ما بين المألوف والغريب في ذات النص. الشعر في نظر موكاروفسكي هو جدلية مستمرة بين الجماليات المنظمة والجماليات الغير منظمة، بين الإيقاع المألوف والإيقاع الغير مألوف، اللي هو سماه Structured Aesthetics و Unstructured Aesthetics، يعني بين ما هو مألوف وبين ما هو غريب. طبعا ده غير اللي نادى بيه شكلوفسكي زي ما قلت. لكن تينيانوف دعا إلى تقريبا في الفترة الأخيرة من الشكلية الروسية، دعا إلى نفس الشيء. فنجد أن أهم إنجازات موكاروفسكي هي هذه الفكرة، نسبية الجماليات في النص، لأن الشكليين الروسيين كانوا ليهم معايير ومقاييس معينة يقيسوا عليها النص، وهذه المقاييس صالحة لكل زمان ومكان ولا خروج عنها وصالحة لأي نص. إنما موكاروفسكي قال إن هذه المعايير والمقاييس تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، وإن أيضا رؤية القارئ والناقد في وتحليله للنص قد يختلف. نفس الناقد يقرأ نفس النص في فترتين زمنيتين مختلفتين ويطلع بتحليل جديد، أو حتى لو ما طلعش بتحليل جديد، فهنا النص يعتبر نصين مش نص واحد. وقال إن هناك فرق بين الأداة وبين الموضوع الجمالي. الأداة هي الكلمات المكتوبة على الصفحة، ولكن الموضوع الجمالي هي القصيدة كما تتشكل في ذهن الشاعر. يعني في جملة هنا بيقولها a distinction between the artifact، الفرق بين المادة الأداة اللي هي اللغة هنا يعني، and the aesthetic object والموضوع الجمالي، between the words on the page and the poem as mentally constructed، بين الكلمات على الصفحة وبين القصيدة كما يتم تخيلها وتشكيلها في أذهاننا. بيقول the work of art exists as an aesthetic object located in the consciousness of an entire community. إن العمل الفني يوجد كموضوع جمالي متموقع في وعي المجتمع. وأيضا يقول إن المجتمعات
Communities in different cultural periods may construct quite different aesthetic objects on the basis of the same artifact. يعني المجتمعات في أزمنة ثقافية مختلفة قد تؤسس مواضيع جمالية مختلفة على أساس نفس الأداة. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني طبعا كلام أكاديمي معقد شوية، إنما مع الشرح هنلاقي إنه بسيط جدا وسهل. إن بيقول إن عايز يقول إن المقاييس الجمالية للحكم على أي نص أدبي، وهذه المعايير تختلف من زمان لآخر، من مجتمع لآخر، من مكان لآخر، وعلى الرغم من أنها تعتمد على نفس اللغة، يعني هي نفس اللغة العربية اللي بنستخدمها، ولكن مقاييس جماليات الشعر أصبحت أو اختلفت من عصر النهضة، مثلا عصر الإحياء في بدايات القرن العشرين إلى العصر مع الحركة الرومانتيكية وظهور الحركة الرمزية والشعر الحر وقصيدة النثر. في كل زمان كانت هذه المقاييس تختلف، على الرغم من ان احنا بنستخدم نفس اللغة، اللي هي هنا الأداة هنا هي اللغة. والمرة القادمة بقى سنتناول نظرية النيو كريتيسيزم النقدية الحديثة، لأنها مشابهة جدا جدا للراشن فورماليزم، وبعد ما ننتهي منها بعد ما أعرضها بشكل يعني واضح هعمل حلقة أخرى إزاي نطبق هذه النظريات تطبيقا عمليا، لأن في فرق بين الفهم النظري والتطبيق العملي، لابد إن احنا تبقى عبارة عن نصائح على الأقل، يعني مش لازم أمسك نص معين، إنما على الأقل النصائح عملية لمن يريد تطبيق هذه النظريات على أي نص أدبي، سواء كان شعر أو كان شعرا أو رواية إن شاء الله. فالمحاضرة القادمة ستكون عرض للنيو كريتيسيزم النظرية النقدية الحديثة. وحتى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.